فد يعني فد شغله كلش مؤثره، اخذت صداها بمواقع التواصل الاجتماعي وظلت كل الناس تحكي بيها، اللي هو المهندس المنتسب صالح حسن من الديوانيه، منتسب سابق في القوات الخاصه العراقيه قبل 2003، قضى معظم شبابه بالمعارك انذاك، وبعد أن وصل لسن الأربعين تفاجأ أن هو للأسف أنصاب بمرض السكري اللي كان سبب فقدان أحد قدميه، وتسلل المرض إلى قدم الأخرى. منذ شهر ولحد الآن صالح يجمع أطفال أقاربه والجيران، يعني لما الأطفال من قرايبه والجوارين يمه بالبيت حتى يعلمهم القراءة والكتابة. جيد. ماشي. وهذا الشيء وهاي المبادرة بالتحديد مجانيا بدون أي أجور أو أي شيء بالمقابل، على الرغم من عدم قدرته على العمل وعدم شموله براتب الرعاية الاجتماعية. يعني هنا الصدمة بالأخير أنه نشوف ما عنده لا تقاعد لا رعاية اجتماعية، شنو هي الأسباب؟ ما نعرف. فهل هي أنه عدم متابعة لهذه الحالات؟ يعني خلينا نشوف إذا نقدر نشوف الصور حتى نستعرض هذه الحالة اللي احنا نقول الإنسانية العظيمة من أكثر إنسان يحتاج المساعدة، ده يقدم المساعدة للعالم وبدون مقابل. حسناء، تشوفين الوضعية شلون هي؟ أي طبعاً أكيد، يعني مثل ما ذكرت يا محمود، على الرغم من أنه هو مسن كبير بالسن، ما يقارب عمره 40 وشوية، بالإضافة لكل هذه التفاصيل يا محمود بأنه هو يعني نوعا ما عاجز، لكن قام بمبادرة جدا جميلة، واليوم يعني يا ريت له كل شخص أنه يقوم بها بحق أبناء منطقته وأقاربه بداخل البيت ويقوم بتعليم الأطفال. حلو. يقولون أنه من علمني حرفا ملكني عبدا، يعني احنا اليوم كل الناس قد تقعد عاجزين بدون أي مبادرة، لكن اليوم بده يقدم خدمة إنسانية عظيمة. ممكن أنه لو كان بعد هاي المبادرة الإنسانية يعينوه على وزارة التربية، ممكن يعلم أطفال بدرس محدد إذا كان يملك شهادة معينة للتدريس، أو ممكن أنه يتابعوه حتى يوفروا له راتب للرعاية الاجتماعية. يعني إحنا مرات حقيقة نستغرب على الشروط اللي مخليتها الرعاية الاجتماعية، اللي عنده مبردة بالبيت مو سبلت مبردة اللي ما يستلم راتب، واللي عنده ثلاجة ما يستلم راتب، واللي كان عنده أي شيء ما يستلم راتب، لازم يكون قاعد على القاع بالتحديد، مو هو إذا وصل قاعد على القاع يعني يموت من الجوع، ما يلحق أصلاً هم يستلم راتب. فنتمنى أنه شوية أنه يحاولون أنه يراجعون قراراتهم باتخاذ هذه القرارات، أنه صدرون قرارات جديدة يا حسناء بحق هؤلاء الناس وهالفئة الفقيرة إن شاء الله، يعني يا رب حتى ينصفوها وينطوها رواتب الرعاية الاجتماعية. فعلا هو أكثر شخص يمكن يحتاج لهذه الخطوة، بأنه لازم يعني مثل هذا الشخص قام بالعديد من المشاركات والبطولات والمعارك في زمن معين، فالتاريخ راح يذكر له هذا الشيء، فإحنا نتمنى بأنه يساندوا ويساعدوا حتى لو براتب رعاية، حتى ممكن يساعد نفسه ويساعد عائلته. يعني يحسبوا له الخدمة اللي كان هو بيها. بالضبط، صحيح. إذا خلونا ننتقل لآخر موضوع.